وننتقل معكم الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أخبار المال والأعمال مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا هبة حسين، شكرا ليلى عمر، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجالاته الدورية آفاق اقتصادية معاصرة لاستعراض أبرز المؤشرات المحلية والدولية. وتضمن العدد مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات التي تغطي مختلف الموضوعات الخاصة بالمنصات الرقمية، فضلا عن المؤشرات والخبرات المتميزة على المستويين المحلي والدولي والتوقعات المستقبلية. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وسفيرة رومانيا بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تاون غاز وشركة سي اي اس غاز، والتي تعتبر إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي برومانيا، وذلك بهدف دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي وتصنيع المهمات الخاصة بذلك النشاط والاستفادة من الخبرات لدى الشركتين داخل مصر ورومانيا. وقع مذكرة التفاهم كل من رئيس شركة تاون غاز محمد فتحي ومدير عام شركة سي اي اس غاز الرومانية. وبموجب المذكرة سيتم إسناد أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي بدولة رومانيا إلى شركة تاون غاز لما تمتلكه من خبرات كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى تصنيع وتجميع محطات تخفيض الضغط داخل مصر باستخدام المكونات الرومانية، والتي تصل إلى 60% من المنتج النهائي، على أن تستكمل النسبة المتبقية بأيدي العمالة الفنية المصرية داخل الورش الخاصة بشركة تاون غاز. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات والتوترات السياسية في بعض الدول وتوترات الإمداد على البحر الأحمر، وأيضا انخفاض صادرات روسيا من النفط. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% ليصل إلى 78 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1% لتصل إلى 72 دولار و29 سنت للبرميل. هذا وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 11% لتصل إلى 3 دولارات وسنتين للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 9% لتسجل نحو $2.69 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد صندوق النقد الدولي أن انخفاض إنتاج النفط في العراق بعد إغلاق خط الأنابيب بينه وبين تركيا وتخفيضات تحالف أوبك بلس للإنتاج ستقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق في عامي 23-24. وأضاف الصندوق أن التوسع المالي الكبير للعراق في قانون الموازنة لثلاث سنوات يشكل مخاطر كبيرة على الاستدامة المالية والخارجية على المدى المتوسط. قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشتستين إن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات المنتجات الزراعية إلى الصين، وكانت الحكومة الروسية أكدت في وقت سابق أنه سيتم تعزيز التعاون الصيني الروسي في مجال الزراعة، موضحة أن منتجات الأعمال الزراعية تأتي في المركز الثاني من حيث أكبر الصادرات الروسية إلى الصين بعد الهيدروكربونات، حيث ارتفع حجم التوريدات الزراعية في الأشهر العشرة الأولى من عام 23 بمقدار 63% لتصل إلى 6 مليارات و200 مليون دولار. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة وليلى لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة.